كل ما تلعب تخسر، كل ما تراهن تخسر، تخسر مرة وتخش تكسب مرة وتطلع مرة وتسحب مرة. دوامة كبيرة، دوامة حضرتك عايش فيها، وتحت مسمى دافع وحيد بتقول ان اخش عايز اعوض فلوس، عاوز اعوض فلوس. النهاردة معانا فيديو في لعبة كراش ب47,000 جنيه، هنعمل بيهم مبلغ محترم وهنعوض مع بعض انا وانت، انا وانت وصاحب برموكود واللعبة، انا وانت وصاحب برموكود واللعبة. هنخش نعوض مع بعض دلوقتي ونشوف كراش هتعمل معانا ايه. كمل الفيديو للاخر، كمل الفيديو للاخر، نصيحة من اخ، والله ما هتخسر حاجة، هتطلع مستفيد. ما تخليش الخسارة والشيطان النفسي يعميك عن الحقيقة، ما تفكرش في خسارتك. شوف لو قدرنا نعوض مع بعض يبقى انت اكيد هتعوض، صدقني. ركز وشوف الدنيا ترسم معاك عليه. لايك صغير، طالب منك حتة لايك، مش هتخسر حاجة، طالب منك لايك عشان اليوتيوب يدعم الفيديو بتاعنا يوصله لناس تانيين ويستفادوا زينا زيك. يلا بدنا نبدأ الفيديو، يلا بينا. طيب يا صديقي، تعالوا نبدأ فيديو مع بعض. كراش الطيارة فون اكسبت بمبلغ محترم، هو 47,600. تعال يا صاحبي نشوف الدنيا هترس على ايه في لعبة كراش بالمبلغ ده، وفهمك حاجات انت مش واخد بالك منها وتحصل معاك. خلينا نشوف الاسرار دي هترس على ايه. استنى الطيارة نشوف الدور يعمل معانا ايه. تقريبا عدنا الدور ده، مفيش مشكلة، ندخل الجيم الجاي ونشوف الدنيا ترس معانا عليا. رجالة تنسيش تعملنا لايك يا احلى اخوات في الدنيا. دلوقتي الطيارة رفع رفع رفع، جميل جدا جميل جدا. الطريقة بتقول لك طالما الطيارة كده رفع، خش بقلب جامد بعد الجيم ده. بعد الجيم ده بتشوف ناس كتير بتقول لك طالما الطيارة رفع كده خش بقلب جامد، مبلغ محترم، هتعمل مبلغ محترم. احنا هنعمل زي الناس ما بتقول، بس انا فاهمك نقطة لما نخش الجيم الجاي، تمام. انا حضرتك انا دلوقتي هخش ب1500، حلو كده، خليها 1510 زي ما هي جت معانا، يبقى باقي معانا 46,000 جنيه. المفروض الطيارة كده رفعت فوق ال20، يعني تقريبا هتعدي البوت 5. طيب مفيش مشكلة، خلينا في الخسارة برضو، هنلعب بنفس المبلغ ونشوف الدنيا هترسم معانا على ايه حسب الطريقة. بلاش نقول استراتيجية عشان انت عارف ان احنا ضد موضوع الاستراتيجيات. خسرنا 1500 جنيه، المفروض بلاش طمع، انا اقطفهم كده. بص بص، خد بالك خد بالك، انا ضاغط واللعبة عايزة تخسرني، انا ضاغط، لكن مفيش مشكلة، ده هيحصل معاك برضو. خسرتني لحد دلوقتي، خسرين حوالي 3020 جنيه، ومرهنين ب 1500 كمان، مفيش مشكلة يا وان اكسبت، احنا معاك على الخط كده. خسارة كمان 4530 جنيه. طب مفيش مشكلة برضو، هنلعب بنفس الرهان ونشوف الدنيا ترسي معانا على ايه فون اكسبت. حلو جدا حلو جدا يا لعبة كراش، حلو جدا. المفروض ان انا ضعف، لكن انا خلاص كده مبلغي قرب يخلص، ما ينفعش ان انا ضعف، ما ينفعش ما ينفعش ان انا ضعف، ما نصدقش حد. خلينا نشوف مع بعض بس ونكمل الفيديو وتعرف الدنيا فيها ايه. مش هنطمع، احنا هناخد على اودي 2 بس، هناخد على اودي 2 بس، تمام يا رجالة. خد بالك خد بالك خد بالك، احنا لحد دلوقتي بنلعب في الخسارة مش في المكسب، في الخسارة مش في المكسب. احنا خسارة معانا كان معانا 47,600، دلوقتي بقى معانا كام؟ طب نخطف الجيم ده برضه على اود 2 علشان ناخدهم 2000 جنيه. ملحقناش، خربت بيتنا، يعني هي ادتنا المرة اللي فاتت مكسب، اخدت المرة اللي بعديها على طول، مع اننا خسرانين مش كسبانين. طيب ركز نشوف الدنيا برضه هترسم معانا على ايه. اللايك الجميل يا اخويا علشان الفيديو يوصل لناس تانية، لو عايز تساعد في نشر الفيديو. حلو 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 جدا. بص بص شوف انت يعني، طب اعمل ايه دلوقتي؟ اكسر الفون مثلا ولا اعمل ايه؟ طب ده يرضي ربنا مثلا، ده يرضي ربنا. طيب مفيش مشكلة، يعني انت كده كده هتخسر، والجيم اللي هتكسب فيه برضه هتخسرك، اللعبة برضه هتخسرك، لازم تفهم انت ماشي ازاي، مفيش مشكلة.
كفاية طبعا لحد كده 1500 جنيه محترمة. تمام، اطلع بقى براحتك، طيار براحتك الدنيا عشان حضرتك تعيش الوهم والخيال وتصدق. حلو جدا. المفروض بقى ايه؟ ان انا لا بلاش طمع، بلاش طمع، هنلعب ب 1000 جنيه، مع انك انت لو مكاني هتلعب عشان تعوض فلوسك هتضعف، ومعاك مبلغ محترم زي ده هتضعف، لكن انا مش هضعف، انا هضرب على اود 3 بقى، انا هطمح في اللعبة مش هضرب على اود 2. معلش هي جت كده، قلبي ما طوعنيش، قلبي ما طوعنيش، فهمني انا بلعبك على نفس شعورك. طيب مفيش مشكلة، هنخش ب 1000 جنيه كمان. خد بالك لحد دلوقتي احنا خسرانين حوالي 5000 او 6000 جنيه، خسرانين 6000 جنيه لحد دلوقتي خسارة، بس كده خسارة 7000 جنيه، خسارة 7000 جنيه في اقل من 5 دقايق. جميل جدا، جميل جدا يا اخواتنا الغاليين اللي لسه مكملين فون اكس بيت ولعب الطيارة وجميع مواقع الرهانات. طيب جميل جدا، جميل جدا جدا، جميل جدا يا لعبة كراش، جميل جدا يا وان اكس بت. مفيش مشكلة يا رجالة، احنا مكملين برضو ضد المواقع دي. خد بالك انا هنا بكشف لك المصايب السود اللي عمرك ما هتشوفها عند اي حد، بقول لك استراتيجية وبدنجان وبتاع وبطيخ، لكن كله في الحلواني، في الحلواني، في الحلواني يا رجالة، الحلوان. مفيش مشكلة برضو، هنضيف كمان 1000 ونشوف الدنيا ترسم معانا على ايه. برضو حلو جدا، حلو جدا، اخدناهم 2450، اخدناهم 2450 والطيارة رفعة. طيب تمام، هنلعب بال1000 جنيه كمان وهنشوف الدنيا ترسم معانا على ايه في لعبة كروش. جميل جدا، جميل جدا. طيب تعالى فهم حضرتك حاجة بس عشان حضرتك بتصدق الوهم والخيال. دلوقتي احنا معانا خسارة حوالي 6000 جنيه، خسارة حوالي 6000 جنيه في 6 دقايق تقريبا. بص يا اخويا هفهمك نقطتين في اللعبة دي لازم تعرفهم متأكد منهم. اولا اللعبة دي طول ما فيش لاعبين حقيقيون بيلعبوا هترفع معاك الطيارة، خلي في دماغك المعلومة دي. لما حضرتك بتبقى قاعد برا مستني الطيارة تعلى، طب ما بيبقاش فيه ناس بتلعب بفلوس حقيقية، لان كل اللي بيلعبوا دول حسابات ديمو وبوتات. تمام، اول ما ابص كده دخل واحد بفلوس حقيقية مستني الطياره، زي ما سمع بفيديوهات الناس يقول لك اول ما الطياره تعلى انا هخش القط جيم زي ما قلنا في اول الفيديو. طيب مفيش مشكله، حضرتك بتعيش الوهم والخيال ولسه مصدق ان انت ممكن تعمل ربح من الالعاب دي. طيب يا اخويا دلوقتي احنا متفقين مع بعض ان الناس اللي بتحط مبالغ عاليه دي حسابات ديمو، الناس اللي بتحط مبالغ عاليه دي حسابات ديمو. تمام، اللي بيحط قروش بقى جنب المبلغ بتاعه ده بوت اللعبه، ده اسمه بوت اللعبه. تمام، عندك المعلومتين دول اكيد، لو تعرفهم كمل معايا الفيديو، مش تعرفهم خليهم في دماغك لو لسه بتشوفنا في اول مره. تاني هام، تاني هام في اللعبه دي، حضرتك بتقعد مستني بره عشان تدخل جيم تكسب منه. طبعا الطياره طول ما طالما عليها بوتات وحسابات ديمو اديها طايره فوق، عاليه فوق. تمام، ليه؟ لان الشركه مش هتخسر حاجه، لان دول فلوس مش حقيقيه طبعا، زي الفلوس اللي معانا دي بالظبط، فلوس مش حقيقيه. تمام، تاني حاجه لو حضرتك لعبت والطياره عليت معاك هتجيب لك لاج زي ما جابت في الاول كده وتجيب لك خطا. ليه؟ لان هي عايزه تخسرك اصلا، مع ان ما فيش اي مشكله في اللعبه خالص، لكن هي السيستم عايز يخسرك. ففي كلتا الحالات انت كده كده هتخسر، انت كده كده هتخسر. طول ما انت مفكر ان الالعاب دي هتكسبك، لا، لازم تعرف وتتاكد ان ده اللي بيلعبك ده سيستم، سيستم مش مكسب وحظ والكلام ده وبرموكود والشغل اللي بتسمعه ده. اسمع كلامي ووفر فلوسك وبلاش تقول لي خش عوض والكلام الفاضي ده. تمام يا اخويا، هنكتفي بالفيديو كده عشان ما يبقاش طويل ورخم، وانتظروا مننا فيديوهات تانية كتير، وما تنساش تعمل لنا رايك. سلام يا احلى رجاله في الدنيا.